السلام عليكم. معنا اليوم موقع البوابة الكويتية للتعلم الإلكتروني سراج. بما أن الحين فترة التعلم بالتكنولوجيا، الواحد يضطر أنه يأخذ برامج إلكترونية. عندنا هذا البرنامج اللي هو بوابة الكويتية تعلم إلكتروني سراج. هني عندنا اسم المستخدم، كلمة المرور، اللي عنده اسم مستخدم من قبل يقدر يدخل على البرنامج من غير تسجيل دخول. أما المستخدم الجديد يدخل مستخدم جديد ويبين ويحط بياناته، سواء كان طالب أو معلم، يدخل معلوماته عشان يقدر يدخل على البوابة الإلكترونية. الحين نقدر نشرح شنو تحتوي عليه البوابة الكويتية للتعلم الإلكتروني. نرى عندنا جميع المراحل، سواء المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية ومرحلة رياض الأطفال. لدينا جميع المراحل، وعندنا التعلم الديني والتربية الفكرية ومدارس أجنبية وتعليم كبار ومحو الأمية. خلنا ندخل المرحلة الابتدائية، الصف الأول. عندنا هني جميع المراحل، جميع المواد الدراسية، فاختار من باب تخصصي التربية الإسلامية. ونرى لدينا هني القائمة، كتاب إلكتروني، عندنا كتاب صف الأول للفترة الأولى والفترة الثانية، وعندنا أنشطة تفاعلية من باب العقيدة وباب الفقه والحديث وعلوم القرآن والسيرة والتهذيب. فندخل العقيدة، عندنا هني فيديوهات تجذب الطفل خاصة في المرحلة الأولى الابتدائي. نرى باب العقيدة، حب الله وأفراده بالعباد، نرى الفيديو القصير. هل تحب الله يا خالد؟ نعم، أحب الله تعالى. هل تحب الله يا سالم؟ نعم، أحب الله تعالى. لماذا نحب الله تعالى يا أبنائي؟ لأنه خلقنا، لأنه أنعم علينا بنعم كثيرة. صدقتم يا أبنائي، نحب الله تعالى لأنه خلقنا، ولأنه هدانا إلى الإسلام وأنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. فماذا يجب علينا إذا كنا صادقين في حبنا لله تعالى؟ وجب علينا أن نصلي ونصوم ونزكي ونحج بيت الله الحرام، ووجب علينا أن نبتعد عما نهانا الله عنه من الكذب والغش وإيذاء الآخرين. نعم يا أبنائي، يجب علينا أن نخلص لله تعالى في عبادتنا، فنخشع لله في صلاتنا وصيامنا، ونحب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ونقتدي به، فنفعل كما يفعل. وهذا فيديو قصير من باب العقيدة. ندخل الآن من باب الفقه لنرى بعض الفيديوهات. هنا لدينا 4 فيديوهات، قصدي 6 فيديوهات سموحة. ندخل فقه الصلاة لنرى فيديو فقه الصلاة للتعليم الأطفال في المرحلة الأول ابتدائي.
القبلة ثم أنوي الصلاة وأقول الله أكبر رافعا يدي إلى حذو المنكبين أو الأذنين، ثم أضع كفي اليمنى على اليسرى وأقرأ الفاتحة، ثم أقرأ شيئا بعدها من القرآن الكريم، ثم أقول الله أكبر رافعا يدي، وأركع ثم أقول وأنا راكع سبحان ربي العظيم 3 مرات، ثم أقوم من الركوع وأنا أقول سمع الله لمن حمده، ثم أقول بعد أن أعتدل قائما ربنا ولك الحمد، ثم أقول الله أكبر وأسجد، ثم أقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ثم أقول الله أكبر، وأقف للركعة الثانية وأقرأ الفاتحة وشيئا من القرآن، ثم أكمل الركعة الثانية كما صنعت في الأولى، ثم أكبر وأجلس على ركبتي وقدمي، ثم أقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية، ثم ألتفت إلى اليمين وأقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم ألتفت إلى اليسار وأقول السلام عليكم ورحمة الله. وهذا فيديو يبين كيفية الصلاة، ممتاز جدا، والبرنامج بشكل عام ممتاز، فيه الكثير من الأشياء الإبداعية، سواء فيديوهات أو أوراق عمل أو عروض تقديمية وغيرها الكثير، وهذه من باب علوم القرآن من الأنشطة التفاعلية، قصص مثل قصة الكوثر وقصة أصحاب الفيل وحب القرآن وتلاوته والملك الموكل بالوحي وقصة نزول أول القرآن والقرآن كلام الله تعالى. وعندنا من باب السيرة كذلك، من باب السيرة عندنا حب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وسيرة حسن الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيرة طفولة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وسيرة ولادة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وسيرة النسب النبوي الشريف، وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم هادي البشرية. هذه الأنشطة التفاعلية من خلال فيديوهات، لا يوجد فيديو تعليمي ولا دروس مرئية ولا عروض تقديمية، يوجد لدينا أوراق عمل، لنرى أوراق العمل. هذه مراجعة، تقضية راجعة للدروس لتقوي الذكاء عند الطفل وتقوي مهاراته، وتكون لديه تقضية راجعة خلال نهاية الدرس. وهذا كل مجال لديه أسئلة، هذا من مجال الفقه، وعندنا أيضا من مجال فهم الحديث الشريف، ومجال العقيدة، ومجال حفظ الحديث، وليست لدينا نماذج اختبارات ولا امتحانات فترات. نرجع الآن لنأخذ القرآن الكريم، نرى القرآن الكريم، لدينا كتاب إلكتروني جزء واحد وهو شامل الجزء الأول والجزء الثاني، وأنشطة تفاعلية كذلك. لدينا من الأنشطة التفاعلية أسباب نزول الآيات، وهذه آيات المرحلة الأول الابتدائي، المعوذتين وسورة الإخلاص وسورة المسد وسورة الكافرون وسورة الكوثر والماعون وقريش والفاتحة. أيضا فقط لدينا أنشطة تفاعلية وكتاب إلكتروني. نذهب الآن مرحلة أخرى، ندخل للمرحلة المتوسطة، الصف السادس متوسط،
التربية الإسلامية طبعاً يوجد هناك اختلاف خلال المرحلة الأولى ابتدائي وخلال المرحلة المتوسطة والثانوية. كل مرحلة يزيد فيها التفاعل وتطوير الدروس أكثر. هنا لدينا كتاب إلكتروني في الفصل الأول والفصل الثاني، وليست لدينا أنشطة تفاعلية، لكن يوجد لدينا نماذج اختبارات، لأن مرحلة متوسطة تعتبر مرحلة ناضجة لا تحتاج إلى فيديوهات أو أنشطة تفاعلية، فقط المرحلة الأولى ابتدائي، لأن الفيديوهات تجذبهم نحو العلم ونحو الدرس ليفهمون. هنا نرى أوراق العمل للمرحلة السادس متوسط. ندخل ورقة تقويمية، نرى هنا ورقة تقويمية للصف السادس. والكثير غيرها، ونرى نماذج اختبارات. ندخل الفترة الأولى، نموذج أول، لدينا نموذج اختبار، نرى النموذج غيره، نرى الفترة الثانية بما أن لدينا نموذج واحد. هذه هي النماذج. أيضا لدينا عروض تقديمية، المياه وأنواعها. ونرى أخيرا، ندخل على المرحلة الثانوية لنرى هل هناك تغيير خلال المرحلتين الأول ابتدائي والمرحلة المتوسطة. نرى الصف العاشر، التربية الإسلامية، لا يوجد لدينا أنشطة تفاعلية ولا فيديو تعليمي ولا عروض تقديمية، ولكن لدينا أوراق عمل ونماذج اختبارات. نرى أوراق العمل، طبعا لدينا خرائط ذهنية ومراجعة وملخص الفصل الدراسي الأول ومغرر الحديث. هنا تعتبر مرحلة الثانوية مرحلة نضج للطلبة. هذه أوراق عمل لكل مجال من مجالات التربية الإسلامية. ونرى نماذج اختبارات، فترة أولى وفترة ثانية. لنرى أوراق العمل، نرى مقرر الحديث للصف العاشر. هذه مقررات الحديث لدينا مرتبة في صفحة لوحدها. وهذا هو البرنامج، شامل كل المراحل الدراسية وشامل كل المواد بشكل مبسط ومبدع، وبرنامج ممتاز جدا يعني. وهذا هو الذي نحتاجه خلال هذه الفترة، لأن كل شيء صار إلكترونيا، وهذا سهل بالنسبة للطلبة والمعلمين أيضا. وهذه كل المواد الدراسية الذي يحتاجها الطالب والمعلم. وشكرا لكم لحسن الاستماع.